مسجد الجن أحد مساجد مكة المكرمة، يقع بين الشارع المؤدي إلى مقبرة المعلاه وبين شارع المعلاة شمالي المسجد الحرام، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي اجتمع نفر من الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة. وللمسجد عدة أسماء، منها مسجد البيعة ومسجد الحرس، لكنه يعرف أكثر باسم مسجد الجن. وهذا المسجد التاريخي بني في أوائل القرن الثالث الهجري، وتم تجديده عدة مرات. يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن آنذاك ربعا من القرآن الكريم. وهناك أيضا نزلت سورة الجن على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وأسلم نفر من الجن. كما أن المسجد سمي بمسجد البيعة لأنه المكان الذي بايع فيه الجن الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان قادما من الطائف إلى مكة ذات ليلة نزل في وادي نخلة، وهو واد ما بين البلدين، وفي الليل الدامس ومعه غلامه زيد بن حارث، توضأ وقام يصلي ورفع صوته بالقرآن الكريم يستأنس به. وجاء إلى الوادي نفر من الجن من اليمين في تلك الليلة حتى ملأوا وادي نخلة يستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بكلام الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وكان من أدبهم أن كان سيدهم يسكتهم ليسمعوا القرآن ويقول لهم أنصتوا، فكانوا ينصتون. فلما أن انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتلاوة تفرقوا وضربوا بقاع الأرض ووصلوا إلى قومهم في اليمن ودعوهم إلى الحق. وأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال